السلام عليكم. هنبدأ نعمل شو، نظهر الجهاز بتاعي الأجهزة كلها كده. كله شايف الجهاز بتاعي؟ المرة دي أنا جايب لابتوب. نعم، مش شايف الجهاز؟ أنت لسه فاتح الجهاز بتاعك دلوقتي؟ عملنا ستوب فريش. كل الاجهزه اللي شغاله دلوقتي عندها شريط يس اور نو؟ كله عنده شريط الازرق؟ ماشي. في اجهزه لسه بيت اتفتح؟ في واحد لسه بيفتح الجهاز بتاعه؟ ماشي كده، الجهاز بتاعي واضح عند الكل صح؟ واضح؟ اوكي، نبدا بقى السكشن. ان شاء الله النهارده احنا هنعمل البروجكت بتاعنا على الموفي ميكر، لكن مع فرق ان احنا هناخد الدخل من ويب كام. تمام، احنا المفروض استخدمنا معظم الحاجات اللي موجوده في الموفي ميكر صح؟ لم يكن كلها. في حاجه ما كانتش مفهومه او فيها مشكله على مستوى الموفي ميكر كله؟ لاحظ انه المفروض مطلوب منك حاجتين. الحاجه الاولانيه المطلوب ضروري ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي، من اول النهارده لحد ممكن حتى مش لازم الاسبوع الجاي، ممكن يوم الخميس مش اللي جاي اللي بعده. المفروض النهارده كام؟ 7/4. اللي انا عارفه ان يوم 21 ده اجازه، ويوم 28 عندكم امتحان صح؟ يوم 28 عندكم امتحان صح؟ امتحان ايه بالظبط؟ ملتي ميديا. طيب، فانا عايز قبل الايام دي اكون شايف البروجكت. انا شايف ان احسن حاجه يوم الاحد والاثنين بتوع الاسبوع الجاي مباشره في السكشن هنا. في السكشن هنا هيبقى كل خمسه طلبه مع بعض يعملوا جروب، يعملوا لي بروجكت على الموفي ميكر من نفس السكشن. خمسه من نفس السكشن، مش شرط ترتيب معين، لازم الاسامي دي تكون موجوده معايا في خلال اليومين الجايين دول. انا هعرض الموضوع ده على الفيس، وضروري تبعتوا لي كلكم على الايميل الرسمي بتاعي، الايميلات الرسميه بتاعت الناس اللي هيشتري. لازم، انا عايز الايميل الرسمي، لازم عن طريق الايميل الرسمي. هنا ورايح يبقى شغلنا كله ايميل رسمي. ليه؟ ليه؟ انا عندي شخصيا عندي فايل بيقول ان الايميل الرسمي الشخص ده هو اللي صح. حلو؟ غير ان اكيد انت هتبقى باعت من الايميل الرسمي بتاعك مش حد ثاني. دي نقطه. ثاني نقطه، انا شخصيا دلوقتي كان اديني امكانيه ان انا اقدر لو حد عنده مشكله في الايميل الرسمي ان انا اصلحها له. حلو؟ فلو حد عنده مشكله مش عارف الايميل بتاعه مش عارف ايه، اقدر اظبط له الموضوع ده. محدش ياخد ان الايميل الرسمي ده حجه. لا، انا عايز اخلي التعامل كله ما بيننا يكون على الايميل الرسمي، وخصوصا ان في امكانيات مفيده انا عايزك تستفيد بيها. انه مثلا الايميل بتاعك، انتوا لو عايزين دلوقتي مثلا في اخر السكشن ممكن اوري لك امكانيات الايميل بتاعك شويه، بعض الامكانيات الموجوده في الايميل. نعم، الريليفري فات لازم الايميل الرسمي. انا قايل للناس ده هينقص درجات كتير. بصوا، انا هديكم يومين للي عنده مشاكل في الايميل الرسمي ان هو يطلبها مني واظبطها له بحيث يبعتها على الايميل الرسمي. فتره السماح يومين بس، يعني المفروض النهارده وبكره. لو ما ظبطش من الايميل الرسمي بتاعك انك تبعت لي هنقصك درجات. اتفقنا؟ اظن انا كده فير. يبعت تاني من الايميل الرسمي. خلاص، مفيش كلام تاني مطلوب. اتفقنا؟ اي حد عنده مشاكل تاني، مين اللي واقف بره؟ الناس اللي واقفين بره ايه؟ انتوا تبع ايه؟ يا تبع السكشن وتدخل، يا مش تبع وتطلع. انت مش واقف في الطرقه بره. نعم. لا، لازم من اوفيس 365 portal.microsoft.microsoftonline.com غالبا، او ممكن اوفيس 365.outlook.com اعتقد، بس المهم لازم عن طريق 365، ما بقاش ينفع عن طريق الاوتلوك مباشره. خلاص، اتفقنا؟ تاني، النهارده يوم 7 ويوم 8 خلال اليومين دول تطلب مني الايميل الرسمي وهرد عليك بيه. اللي عنده مشاكل في الايميل الرسمي، اللي عنده مشاكل في الايميل الرسمي يطلب مني وهرد عليه بالايميل الرسمي بتاعه. تمام، بحيث يبعت لي من هنا ورايح. التعامل ما بيننا دايما هيكون على الايميل الرسمي. ليه؟ لان هو مور اوثنتيك، اضمن ان هو انت شخصيا مش اي حد تاني. انا عندي الاسماء دي مقابله الايميلات دي فاقدر اتعامل بيه. خلاص، اتفقنا على الكلام ده؟
حلو. نعم الخمسه لازم من نفس السكشن، الخمسه لازم من نفس السكشن. دلوقتي اللي هيكون مطلوب الاتي، اسمعوا بقى ايه اللي مطلوب في البروجكت عشان ما حدش يقول مش عارف. اللي مطلوب في البروجكت الاتي، هتعمل لي فيديو على الموفي ميكر. حلو. الفيديو ده مواصفاته الاتي، المطلوب ان يكون في عندك تايتل يقول الفيديو ده بيتكلم عن ايه، انت حر في اختيار موضوع الفيديو، بس يفضل انه يكون حاجات تبع الكليه، تصور معمل معين، تصور مكان معين، حاجه كانك بتعمل دوكيومنتيشن لموضوع لمكان، بتوثق المكان ده ايه وتتكلم عنه. حلو. ليك الى حد ما حريه اختيار، بس يا ريت بتسجل كل ده بيتسجل. تمام، ليك حريه شويه في اختيار، بس يفضل ان يكون حاجه تبع. ماشي اتفقنا، يبقى عرفنا الموضوع. مطلوب انك تحط تايتل في الاول وفي الاخر كريدتس، يفضل انك تحط كل الكريدتس قدر الامكان. يعني مطلوب كريدتس الناس اللي عملوا، الدايركتور مين المسؤول بالذات عن التوجيه، انتوا خمسه صح، في واحد هيكون مسؤول عن ماسك الكاميرا اللي بتصور، سواء كاميرا موبايل كاميرا ديجيتال، لو انت عايز عن طريق اللابتوب بنفسه تصور ممكن، وانا هقول لك دلوقتي ازاي. ممكن تستخدم الموفي ميكر، لازم تستخدم الموفي ميكر، سوري لازم تستخدم الموفي ميكر لسبب التاني بقى اللي هقوله لك. انا قلت لك في حاجتين هقولهم في موضوع البروجكت، وفي حاجه كمان. المهم انت هتحط كريدت دايركتور الستارنج، لو في حد هيتكلم في الفيديو تقول هو مين، كنجم واحد مثلا بيتكلم وبيعلق تقول هو مين، واللوكيشن المكان اللي اتصور فيه. وموضوع الساوند تراك ده يا ريت برضه يتعمل. ليه؟ انا مش طالب منك مجرد بس تايتل وجزء في الاخر، لا انا عايز يبقى في موسيقى شغاله في الخلفيه، عايز موسيقى شغاله في الخلفيه بتاعه الفيديو. الفيديو هيتسجل صوت وصوره وكاميرا، ويبقى في صوت خلفيه كده موسيقى حلوه من ورا، انت عارف الناس اللي بيعملوا فيديوهات محترمه موسيقى حلوه كده خلفيه، الفيديو نفسه هيبقى فيه صوت وصوره، وعايز موسيقى خلفيه. ايه ما انا قلت لك بقى مواصفات الفيديو، هتصور مكان ما معمل او مكان ما في الكليه. تمام، لو في معمل مثلا يكون في معاك واحد من الخمسه يكون بيشرح الحاجات دي وبيتكلم عن الاماكن الموجوده دي. حلو، اللي بيشرح ده يتحط بالستارنج كنجوميه، يعني هو مين، مين اللي بيتكلم. ماشي اتفقنا على دي، عرفت الموضوع، محدش يكلمني في الموضوع تاني خلاص. اتفقنا التايتل والكريدتس، الحاجات اللي في الاول والحاجات اللي في الاخر. اتفقنا، مطلوب منك برضو تعمل كابشنز. يعني ايه كابشنز؟ انا عايز تعليق مكتوب على اجزاء الفيديو كله، لو واحد بيتكلم يا ريت يبقى مكتوب هو بيقول ايه بالظبط، عشان لو واحد مش سامع كويس يقرا، زي ما بتشوفوا باسم يوسف والكلام ده، الفيديوهات اللي هي بتبقى جايبها من ناس تانيين بيقول الكلام اللي هو مكتوب اللي بيتقال بيتكتب تحت. اتفقنا، يعني انت دلوقتي مطالب بتايتل وكريدتس وفي نفس الوقت كابشن، اللي هيتكلم ينكتب هو قايل ايه. اتفقنا، اظن مش صعبه، قلنا ازاي بتتعمل على مستوى الفيديو، لازم يكون فيه موسيقى باك جراوند في الخلفيه. لو عايز تعمل كاب، لو عايز تعمل ناريشن ماشي، لو عايز تخلي الصوره تاخد بس فيديو من غير صوت وتعمل الناريشن كصوت مستقل بعد كده على الموفي ميكر ماشي، ده اختيارك. الناريشن اوبشنال، هيتعمل ما يتعملش. فانا تستخدم التاثيرات اللي موجوده قدر الامكان، اللي هيجي لي مجرد فيديو من غير اي انيميشن من ناحيه الترانزيشن او مفيش بان اند زوم خالص هياخد درجه اقل من اللي استخدم. الفيجوال افكتس برضو يا ريت تحاول تستخدم قدر الامكان فيجوال افكتس بقدر الامكان طبعا، بحيث يبقى مع المضمون بتاعك ما يبقاش حاجه مفتعله. تمام، قدر الامكان. اتفقنا، الدرجات هتبقى على التقدير بتاع شكل الفيديو، المفروض انا اللي احدد الدرجات ده على الشكل بتاع الفيديو ومحتواه. لو حاجه محترمه كده وحاسس ان هي بروفيشنال تاخد درجه اعلى من اللي عامله اي كلام ومصور اي كلام في السريع. خلاص اتفقنا، كل مجموعه فيها خمسه تختار منها واحد هو اللي انا هكلمه لما اجي اقول له ايه دي ودي مالها ودي مالها. هيجيب على الفلاشه كل مجموعه، اعتقد ان هي سهله تحط على الجهاز واشوف على الجهاز بتاعه مباشره واحنا قاعدين وادي لك الدرجه. الزمن بتاعه مش السايز بتاعه، الزمن بتاعه من دقيقه مينيمم لخمس دقائق ماكسيمم. انا مش عايز اسفاف، مش عايز اقعد وقت طويل اتفرج على الفيديو، انا عايز حاجه كده ايه لذيذه. اظن خمس دقائق تكفي انك تشرح حاجه بشكل محترم، ما هياش فيديو كبير بقى، انا عايز حاجه سريعه. خلاص يبقى اتفقنا على الزمن من دقيقه لخمس دقائق، الموضوع اتفقنا عليه. المتطلبات لازم يكون فيه تايتل بيقول الموضوع انت بتتكلم على ايه،
وفي الاخر كريدتس مين اللي عمل الفيديو. لو حد ظهر في وسط الفيديو يتقال مين الستارينج اللي هو الشخص اللي ظهر يعني. الساوند تراك الفيديو الصوت، وانا اتفرض عليك الموضوع ده لازم يكون في موسيقى في الخلفيه، الموسيقى اللي موجوده في الخلفيه تكون معاك، الموسيقى اللي في الخلفيه يتكتب في الاخر الساوند تراك الموسيقى دي انت جايبها منين. الناس المحترمه لما بتعمل فيديو واخد حاجه مش بتاعته يقول دي بتاعت مين، فالموسيقى دي تقول تايتل بتاعها مين، اللي عملها مين. تمام، ما تجيبليش اي حاجه كده ولازق صوت وخلاص، الصوت ده بتاع مين يعمل حاجه معرفش، لا مفيش حاجه اسمها معرفش، تنقص عليه. اتفقنا؟ الساوند تراك اللي تجيبه تبقى عارف منين، اللي يعجبك الموسيقى اللي تعجبك بس تكون موسيقى هاديه كده وحلوه وماشيه مع الفيديو. اتفقنا؟ اظن انك تعرف ازاي تضيف الصوت وتعرف تعمل المواضيع دي، اتفقنا عليها قبل كده. اوكي كده احنا اتكلمنا على المطلوب. في طبعا ان هو لازم يتعمل له سيف على ام بي 4 دي حاجه، ويفضل يفضل او مش يفضل بقى، خليها ضروري ضروري لو سمحتم الناس كلها تجيب معاها البروجكت اللي اتعمل، يعني تجيب لي كده فولدر فيه الاليمنتس اللي انت استخدمتها، الفيديو اللي انت مصوره بالموبايل، البروجكت كفايل بروجكت اللي انت بتجيبه من هنا اللي هو بتجيبه من فايل سيف بروجكت از، الفايل نفسه اللي فيه تقسيمه الفيديو والكلام والكلام ده كله يكون موجود معاك، والساوند تراك نفسه الصوت اللي انت استخدمته كملفه مستقل يكون موجود. الحاجات دي صعبه؟ اي حاجه من اللي بقولها دي صعبه؟ لا انا افضل ان هو يكون فيديو متسجل ويتعمل عليه. عايز تحط صور في النص ماشي، بس مينلي لازم يكون في فيديو وناس شغالين كانك بتصور حاجه فعلا. لاحظ انك لازم تدمج المواضيع، لازم يبقى في تكست وفيديو وصوت، انا عايزك تدمج اكتر من حاجه عشان يبقى فعلا مالتي ميديا. تمام اوكي، في ايه تاني بقى؟ النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها، خلي بالك وانت شغال بالبروجكت تبقى عارف لي كل حاجه اسمها ايه. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله قريب في امتحان اخر السنه او في امتحان الميد تيرم هيقول لك مثلا اعمل وظيفه كذا، اعمل امبورت الفيديو، تعرف لي خطواته ازاي؟ هتتكتب خطوات، تكتبها خطوات اصل مش صعبه. يعني مثلا عايز تعمل امبورت الفيديو يبقى انت كده تختار من الريبون بتاعت هوم، تختار منها في، ما هي مش صعبه يعني، دي اسمها ريبون هوم هوم واد ماشي. انت سهل انك، هي فكره انك تبقى عارف الحاجات دي. بص ما تعتبرهاش موضوع حفظ، اعتبرها كأن واحد صاحبك عايز يسالك على الحاجات دي على التليفون وانت مش شايفها. اسمع اسمع بس، قصدي دلوقتي مش دايما لما تيجي تعمل سبورت لحد، لو انت اشتغلت مثلا شغال في حاجه اسمها سبورت تيم، ممكن لما تتخرج تشتغل حاجه زي كده، تبقى انت في سوفت وير معين شركه عاملاه وانت في فريق الدعم بتاعه، واحد يتصل بيك بالتليفون في مشكله في البرنامج في موضوع كذا كذا، ممكن تقول لي ازاي احلها وانت مش قدامك دلوقتي الجهاز، فالى حد ما تبقى عارف حاجات، واكيد انت عملت حاجه زي كده للويندوز. فاعتبر كانك بتعمل لنفسك كده، كانك ممكن حد يطلب منك سبورت للبرنامج ده، انا عايز اعمل كذا، اعملها ازاي؟ تقول له اه من الجزء التاب او من جوه الريبون التاب اللي اسمها هوم من اد فيديو. اظن سهله المسميات دي نفسها سهله، ما هياش وانت شغال اصلا هتتعرف عليهم. ما انا بقول لك وانت بقى بتعمل الفيديو نفسه تتعرف على اسماء الاجزاء اللي موجوده عشان لو انطلبت منك تعرف تعملها. نعم؟ ممكن يحصل في تو بي فير الدكتور نايم على كده. هو ده في الامتحان؟ انا بقول لك اثناء البروجكت تركز فيه، وانت بتستخدم البرنامج تركز في الحاجات دي بحيث لما يجي لك في الامتحان تقدر ترد. اتفقنا؟ بوث خلاص؟ هي دي الوسيله اللي الدكتور عايز يستخدمها عشان يقيمك في الامتحان، انت تعرف تعمل الوظائف دي ولا لا؟ هيقيمك ازاي طيب في الامتحان؟ انت بروجكت لوحده لا، هو عايز حاجه دوكيومنتد اكتر يعني، البروجكت ماشي انا هاخده بس ما ينفعش ان انا اطلع بيه ورق. فاهمني؟ ده اسئله واسئله مكتوبه وانت اللي مجاوب فيها، ده دوكيومنتد، ده يقدر يوريه لاي حد، انا امتحنتهم وجاوب. فاهمني؟ مش مضمون. انا لحد دلوقتي الدكتور ما كلمنيش عن امتحان عملي بس غالبا هيكون فيه. طب انا حد عنده اسئله في الموضوع ده؟ اظن هي اصلا سهله يعني، ما هتلاقي نفسك مع الاستخدام الموضوع ده ما فيهوش مشكله. يعني عايز تعمل انيميشن يبقى من التاب بتاعت الانيميشن، فيجوال افكتس من التاب بتاعت فيجوال افكتس. حتى هنا التقسيمه سهله، انت عارف مش زي بقى من قائمه كذا تدخل على امر كذا وبعد كده في الويندو كذا تعمل كذا. الموضوع هنا اسهل بكتير، من الريبون بتاعتك التاب اللي اسمها كذا من المجموعه، خلي بالك ان دايما في اسم مجموعه تحت
من المجموعه اللي اسمها كذا تختار الزرار اللي اسمه كذا. الاسماء دي سهله اعتقد وبيولوجيك منطقيه سهل انك تجيبها. اد فيديو يبقى من المجموعه بتاعه الهوم اد اد فيديو. صعبه اظن ما فيهاش مشكله ابدا يعني. خلاص كده ماشي كده اتفقنا على الحاجات المطلوبه في البروجكت. اي حد عنده اسئله او تعقيبات القاعده دي انا هكتبها تاني على الجروب عشان ما حدش يقول لي انا نسيت عشان عارف الناس بتضيع. ماشي وفي بقى النهارده دلوقتي هنبدا نشتغل على الويب كام. انت عندي ده لابتوب وانا مشغل عليه الموفي ميكر. طبعا كل اللابتوبس فيها كاميرا معظمها، في بعض اللابتوبس ما فيهاش بس 90% منهم فيهم الكاميرا تمام. فانت اصلا هنا من الفايل هتلاقي في الاوبشنز بتاعتك في اوديو اند فيديو تقدر تختار الافيلبل ويب كام. لو عندك مثلا ويب كام يو اس بي متوصله فبالك هنا في القائمه بحيث تختار. اتفقنا؟ طبعا انا عندي انتجريتد ويب كام اللي هي الويب كام اللي موجوده اوريدي. بصراحه للامانه انا حاولت شخصيا، انا معايا موبايل في كاميرا، معظمكم ممكن يكون عنده موبايل فيه كاميرا، حاولت هو في اندرويد، حاولت ان انا عن طريقه اعرض على الاخ الموفي ميكر ما عرفتش خالص. انت ممكن تحول الموبايل بتاعك لحاجه اسمها اي بي ويب كام. اي بي ويب كام ان هي التسجيل بتاعها يتنقل مباشره عن طريق الشبكه الداخليه بتاعتك او عن طريق شبكه الانترنت بحيث تقدر تشوف الفيديو ده على صفحه ويب او ممكن على سكايب. يعني انت لو عندك سكايب ممكن تشغل الموبايل بتاعك يبقى كاميرا بحيث مثلا لو وديتك بعيد عن جهاز الكمبيوتر وعايز تتكلم صوت وصوره مع السكايب فعايز تخليها تستخدم الموبايل نفسه كويب كام ممكن لو هي بعيده شويه عن جهاز الكمبيوتر او كده تمام. مش محتاج انك تشتري ويب كام، ممكن تستخدمه هو شخصيا. ممكن ابقى انزل لكم اللينكات بتاعت ازاي تعمل الموضوع ده على النت ان شاء الله. خلاص المهم انك لو حاولت تستخدم الموبايل مش هينفع ان انا استخدم الموبايل ان الفيديو بتاعه يتسجل مباشره على الموفي ميكر. على الموفي ميكر بالذات مش على الجهاز. على الجهاز في برامج ممكن تسجل اللي جاي من الموبايل على الجهاز، بس انا عايز الموفي ميكر شخصيا للاسف مش ممكن. خلاص المهم انا هنا مختار الانتجريتد دوب كام، دوس اوكي. دلوقتي انت هتعمل حاجه اسمها كابشر لحاجه اسمها فيديو ستريم، لايف فيديو ستريم. الفيديو جاي لك منين؟ من الكاميرا تمام. انت لما بتيجي تسجل الفيديو بالموبايل بتاعك، على فكره معلش يعني كلمه ستريم معناها ايه في الاول؟ يعني ايه كلمه ستريم؟ مجرى. ايه اللي يعني ايه اللي بيميز المجرى؟ ان هو ليه اتجاه معين وانه عباره عن تدفق من حاجات على طول بتتحرك. اي فيديو لما بيتم عرضه سواء فيديو او صوت بيبقى عباره عن ستريم، مجموعه بيتس وبتتحرك، غير الصوره. الصوره لوحدها عباره عن اري طول في عرض، صوره ثابته صح، لكن الفيديو او الاوديو عباره عن ستريم، بيانات كتيره بتتنقل. لما تيجي تنقل بيانات مثلا لما تيجي تدخل على النت تفتح اليوتيوب، انت كده بتعمل ستريمنج. الفيديو بيتنقل من السيرفر عندك على الجهاز لايف مباشره. دلوقتي لما نيجي نسجل من الكاميرا بتاعت الويب بتاعتك على كمبيوتر عن طريق الموفي ميكر تعتبر انت بتسجل فيديو ستريم لايف جاي لك. لكن لما تيجي تسجل الفيديو على الموبايل وتنقل الملف نفسه ان انا هنا، لا انت كده مش شغال ستريمنج. انت بتنقل ملف سجلت هنا عملت الستريمنج بتاعك من اللايف لملف على الموبايل ونقلته من الموبايل على الكمبيوتر. اتفقنا؟ الفيديو داخليا هو عباره عن ستريم. الفيديو داخليا عباره عن ستريم. انك تستخدم ويب كام او كاميرا عشان تسجل مش على الجهاز نفسه، على جهاز اخر، انت كده بتعمل ستريمنج. بتنقل البيانات اللي موجوده في الكاميرا دي سواء كاميرا انتجريتد او كاميرا موبايل لمصدر اخر على حاجه ثانيه. حاجه ثانيه دي جهاز كمبيوتر، او لو انت شفت في حاجه اسمها لايف ستريم على اليوتيوب. حد يعرف الموضوع ده؟ في حاجه اسمها لايف ستريم على اليوتيوب، يكون عندك كاميرا اي بي متوصله موقع اليوتيوب، الحاجه اللي بتتعمل عليها تترفع مباشره على اليوتيوب. اظن ناس شافوا حاجه زي كده في موضوع المظاهرات بتاعت الاخوان والكلام ده، بيقعدوا يسجلوها لايف بحيث تعرض مباشره على النت على مواقع تانية مش اليوتيوب بس. حاجات كتير بتعمل كده. خلاص وفي برضه ستريمنج انك تسجل واحد شغال وتعرض الصوره بتاعته على مجموعه مثلا واحد بيقدم محاضره، يبقى هو شغال مباشره والفيديو بتاعه بيظهر للناس الناحيه الثانيه مباشره وهما يقدروا يتكلموا الصوت يوصل له، يبقى في تفاعل ما بينهم اونلاين. ده اللي بنسميه ايه؟ لا هي دي تعتبر عمليه لايف ستريمنج اوكي، بس العمليه دي انك
بتعمل اجتماع عن طريق النت اللي هو هو برودكاستنج برضو بس فيديو كونفرنس. ده يعتبر فيديو كونفرنس. العمليه دي فيري ويل نون از فيديو كونفرنسنج، بالذات لما تكون شركه متقسمه في اكتر من مكان. ما ينفعش ان احنا نقعد نسافر كلنا عشان نجتمع، فبيبقى في اوضه فيديو كونفرنس في كل واحده منهم، بحيث يبقى في كاميرا تصور الناس وتتبعت الصوره للناس التانيين، بحيث كلهم يحسوا ان هم مع بعض. اتفقنا؟ والفيديو كونفرنسنج ده على فكره بيستخدم حتى في مجلس الجامعه، مجلس الاعلى الجامعات. انا ليا واحد صاحبي شغال هناك في موضوع الفيديو كونفرنسنج ده بالذات، عندهم طبعا كاميرات فظيعه، كاميرات اي دي طبعا، وبتبقى شغاله، وطبعا عندهم النت سريع. في الفيديو كونفرنسنج عندهم بيبقى مختلف، ومعلوماته في الفيديو كونفرنس المفروض ياخدها من ماده المالتي ميديا بالذات، وبالذات اكتر حاجه يقدر يستخدمها الانكودرز والديكودرز، لان اكتر حاجه بتفرق معايا في الشغل هي مين؟ الانكودر والديكودر، لان ده اللي بيعمل ستريمنج، اللي بياخد الصوره اللي واخدها من الكاميرا ويبعتها على النت. لو الانكودر بتاعك محترم وبيضغط بجوده كويسه هيظبط الدنيا، لو الانكودر بتاعك زباله وما بيضغطش الدنيا كويس هيبقى حجمها كبير قوي هتقل الدنيا. فشغل الانكودر والديكودر بيفرق جدا مع الفيديو كونفرنس، ودي لازم يكون فاهمها كويس. اتفقنا؟ نيجي بقى نبدا الشغل العملي، ان انا هستخدم الويب كام. مجرد ما اختار هنا الويب كام فيديو بدا يشغل الكاميرا بتاعتي، وانتم شايفين دي صورتي مباشره. لاحظ ان الكاميرا بتاخد الصوره وتبعتها هنا، انا لسه ما سجلتش حاجه، انا لسه ما عملتش ريكورد. اول ما ابدا اعمل ريكورد كده بيسجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في سيكشن المالتي ميديا. تمام كده، نعمل ستوب. هيطلب منك انك تسجله. فاكر لما كنا بنسجل الصوت كان نفس الموضوع، بعد ما تسجل يطلب منك تسجله في مكان ما. اوكي هيسجله، والفيديو ده اتنقل بقى موجود هنا. اللي عايز يعمل البروجكت بتاعه لابتوب اوكي، انا مش بفرض عليك انك لازم تشتري كاميرا غاليه وان موبايلك يكون فيه كاميرا، مش شرط. لو معاك لابتوب او حتى لابتوب زميلك مش مشكله، ممكن تصور عن طريق المنظر ده، انك تمسك اللابتوب مثلا وتصور بيه، حر اختيارك، الامكانيات اللي تريح. ادي الصوت، ادي الكاميرا موجوده اهي، الفيديو قصدي اللي احنا خدناه من الكاميرا، عشان انا كاتم الصوت عندي مش باين. تمام كده بيسجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في سيكشن المالتي ميديا. تمام اتفقنا. يبقى كده التسجيل عن طريق الويب كام خطواته سهله ما فيهاش مشكله. اللي يهمنا انك فهمت الفكره. في فيديو فيد، فيديو فيد الصور المتعاقبه اللي بيجيبها الكاميرا، هي جايه كده لما بشغل الويب كام من غير ما اسجل، هي جايه كده وبتطير في الهواء، مفيش حاجه بتسجلها. اول ما تقول ريكورد يبدا يسجلها عنده، خلاص تبدا تتعامل بيها. خلاص في حد عنده مشكله باستخدام الويب كام هنا؟ طبعا هتقدر تعمل الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده اكتر من مره. لو عايز تقسمه، عايز تقطع جزء ملوش لازمه، عايز تحط كابشن، انك تحط كلام معين في زمن معين، انت حر. تمام مثلا لو عايز تخلي الفتره بتاعته ما يبقاش كذا، يبقى ثانيه، بعد ما تخلص الجزء ده تحط كابشن تاني في التايتل اللي انا مش محتاجه، هي دي باي ميستيك. انت فاهم انا بقول ايه؟ عشان الحاجه اللي انا طلبتها منك حكايه انه يبقى فيه كلام وفيه تعليق، طبعا زمنه هيبقى مثلا ثانيه ثانيتين زي ما يكون، وتكتب تعليق على حاجه ثانيه، تعليق على حاجه ثالثه. زي ما انت شايف الانجليزي سخيف شويه، المفروض يبقى ناحيه اليمين. لا كده اتظبط، كنترول شيفت يمين ظبط. تمام فاهمين الفكره دلوقتي؟ اظن دي ما هياش مشكله انك تيجي في الاماكن اللي انت عايزها من الفيديو وتحط كابشنز بالكلام اللي اتقال. طبعا ده جزء منه المفروض يفضل. طيب ثانيه واحده، تمام كده اظن وضحت الفكره في حكايه ازاي تحط الكابشن. احنا ما عملناش قبل كده، فقلت اجرب اوريها لك عشان محدش يبقى ليه حجه في الموضوع ده. وما تنساش تعمل انيميشن قدر الامكان،
ممكن في البداية وفي النهاية. الكابشن اللي في النص غالبا مش هيبقى فيه انيميشن، هيبقى شكله غريب، كل واحد يتكلم اللهم الا بقى لو انت عايز تعمل حاجات زي بتاعت باسم يوسف وهو بيتكلم هار اسود ويقعد يعمل الحاجات دي، يعني زي ما انت عايز بس في نطاق الموضوع، حاجة تخدم الفيديو. عشان كده انا افضل انكم قبل ما تعملوا الفيديو تقعدوا تخططوا له الاول. ايه كوميدية؟ لا مش ماشي، حتى لو عايز تعملها كوميدية، بس الفكرة انه ما ينفعش تعمل فيديو غير لما يكون له فيه تخطيط الاول، تقعدوا مع بعض تتفقوا على الموضوع بالظبط هتعملوا ايه، تتفقوا على دور كل واحد منكم هيبقى عامل ازاي، لو ناويين حد يتكلم في موضوع يبقى فيه سكريبت يفضل انه ينكتب هيقول كذا 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 ويتدرب هو هيعمل ازاي كانك بتعمل فيلم فعلا، تمام؟ عشان تبقى حاجة فعلا نظيفة ويبقى خارجها متوقع ومطلوب، اصل مش فيديو اي كلام كده هيبقى حاجة كويسة. الحاجات اللي ليها تخطيط بتبقى كويسة، الحاجات الغير مخططة غالبا الله اعلم انت وظروفك، تمام؟ لحد دلوقتي في اي مشكلة في اللي اتقال؟ تمام.